الإصلاحيات في المغرب والأسس العلمية والتجليات العملية، وأخص بالذكر اللجنة المنظمة وكذلك يعني المختبر ومركز دراسات المعرفة والحضارة والزاوية البصيرية ومؤسسة محمد البصير للأبحاث والدراسات والإعلام. فأقول وبالله التوفيق إن مفهوم الإصلاح أصيل متجدر في الثقافة الإسلامية ومن صميم الدين وجوهره، حتى إن مقاصد الشريعة تقوم على فكرة الإصلاح جلبا وبحثا عنه وعلى الإفساد دفعا وإبعادا له، على اعتبار أن النص الشرعي نفسه يدعو إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول الحق سبحانه وتعالى على لسان نبي هود عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لذلك اهتم به العلماء والمفكرون شرقا وغربا سعيا منهم لإيجاد إصلاح يمكن أو يمكن للأمة من خلاله تحقيق الشهادة على الناس، غير أن تقويم التجارب الإصلاحية السابقة أخذت الشيء الكثير من الاهتمام العلمي لدى الباحثين المهتمين بالإصلاح ودراسة مساره في التاريخ الإسلامي، ويبقى منهج مقاربة ودراسة الفكر الإصلاحي محكا أساسيا، إذ لا يكفي استعراض التجارب والوقوف عند الإنجازات الفكرية لأصحابها بقدر ما ينبغي على الباحث الانصراف إلى قراءتها قراءة نقدية تفاعلية تربط الأسباب بالمسببات. إذا تتبعنا الكرونولوجية التاريخية للإصلاح في العالم الإسلامي سنلاحظ أنه كان ثمة تقاطع وتشارك بين النماذج والحركات الإصلاحية، وكان ذلك التواصل الاستمداد والإمداد والاستفادة رغم البعد الجغرافي بين الشعوب وبين الدول. ولذلك نقول بأنه يعتبر فقه التغيير والإصلاح من المشاريع الفكرية التي برز فيها علماء الغرب الإسلامي الفحول وتفتق فيه نظرهم الفذ، فكان لهم حظ وافر واعتناء شديد ونصيب بارز في تعميق النظر فيه تجديدا وإحياء وقراءة ونقدا وصيانة وحفظا. في هذه المداخلة المتواضعة سأحاول الوقوف على مع تجربة الفقيه المصلح الحجمي التعالي لكونه يمثل نموذجا أو نموذجا من نماذج الإصلاح في الغرب الإسلامي، بعد وضعها في سياقها التاريخي ثم محاولة فهم المداخل الإصلاحية التي قدمها بغية الوصول إلى أهم الخلاصات والمبادئ أو القوانين في مشروعه الإصلاحي، خاصة في الجانب السياسي والجانب الفكري. ولعل من بين الأسباب التي جعلت من الحجوي التعالي بفريد نوعه بين المفكرين المغاربة المعاصرين فقهاء وإصلاحيين اجتماع ثلاثة أبعاد في شخصيته مكونة رؤيته الإصلاحية ونظراته التجديدية. الأولى انتماؤه إلى أسرة عرفت باشتغالها في التجارة داخل المغرب وخارجه، خاصة في مدينة مانشستر بريطانيا، والحجم نفسه امتهن التجارة وتمرس فيها منذ شبابه. البعد الثاني كونه موظفا مخزنيا عرف أو عرف آليات الحكم ومارسها متقلبا في مناصب رفيعة عدة، منها وزارة التربية والتعليم التي تولاها لأزيد من عقدين، ثم وزارة العدل لسنوات عدة. البعد الثالث أنه كان فقيها مجتهدا غزير التأليف، حيث ترك الحجوي أكثر من 100 عنوان ما بين رسالة وتسجيل لخبر ومؤلف كبير، ولعل من تلك المؤلفات التي اشتهرت الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الذي طبع مرات عديدة وتداولته الأوساط العلمية المعاصرة دراسة وإحالة وتمعنا، والتعاضد المتين بين العقل والعلم والدين، ثم الرحلة الأوروبية وإصلاح التعليم وتعليم البنات ومستقبل التجارب بالمغرب. وباختصار فإن قراءة الحجوي تجعلنا أمام صورة عجيبة ومثيرة بل ونادرة من حيث قوة الوعي بها. تلك هي صورة الفاقه التاجر الذي يوجد فيها
جنبا إلى جنب السلفي المتنور الليبرالي المتمسك بالفكر السلفي. وقد تتبعت في بحثي هذا أو في مداخلة هاته بعد المقدمة الخطوات التالية: ترجمة محمد بن حسن الحجوي الثعالبي، الإطار التاريخي لتجربة الحجوي الإصلاحية، لأنه لفهم أي تجربة إصلاحية لابد من وضعها في سياقها التاريخي، ثم يعني المبحث الثالث أهم المبادئ أو القوانين عند يعني في مشروع الحجوي الثعالبي الإصلاحي. يعني سأمر على ترجمة محمد بن حسن الحجوي الثعالبي نظرا لضيق الوقت، ثم أنتقل مباشرة إلى الإطار التاريخي لتجربة الحجوي الثعالبي الإصلاحية. يقول الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه: إن كل حركة تغيير لا تفهم حق الفهم في مقولاتها ومنهجها إلا بفهم الواقع الذي نشأت فيه وهدفت إلى تغييره، ذلك لأن التغيير يبتدئ بنقد الواقع نقدا يفضي إلى الحكم عليه كليا أو جزئيا بالمطلق. ولذلك فإن الوقوف على مناهج التغيير في أي حركة وفهمها جيد الفهم لا يتأتى إلا باستيعاب عناصر الواقع الذي هدفت إلى تغييره والنفاة إلى حقيقته في مختلف الصور. وفي هذا الإطار لابد من استحضار الأوضاع التي كانت تؤثر تجربة الحجوي الثعالبي الإصلاحية والواقع الذي كان مسرحا لتلك التجربة. أولا، الحالة السياسية. يصف الحجوي الحالة بالضعف العام، فالنظام الذي تسير به الدول الإسلامية من أقدم أعصرها كان هارم ونخرت عظامه وتشوه وجهه بالأخلاق السافلة الفاشية. وأحد النتائج المباشرة لذلك في المغرب هي أن السلطان يضطر لتولية الجاهلين فلا يحسنون، إذ لا علم ولا نظام يردعهم ولا وازع من الأخلاق يعظهم، والنظام الذي أسسته الدول العصرية وسال مفعوله في العالم وسمعته حتى حيتان البحر وطيور الجو وأسد الآجام وتشوقت إليه لا وجود له ولم تتوافر في المغرب أسبابه ومعداته. فبعد وفاة الملك المولى الحسن الأول تولى الحكم المولى عبد العزيز الذي أحاط به وزراء جهال وحكام أوصلوا البلاد لحالة من التفكك والضعف، ما جعلها مطمعا ومرما للاستعمار. نفس الأوضاع تكرست عقب عزل المولى عبد العزيز ومبايعة أخيه المولى الحفيظ من بعده، فالأمر زاد جورا واختلالا وفوضى. لكن مظاهر التفكك لم تكن حالة الدولة وحدها ولا حالة مؤسساتها حسب، بل كان الشأن كذلك في الرعية كما وصفها الحجوي بقوله: رعية جاهلة بسيطة الفكر، وصل بها الأمر لما أسماه مالك بن نبي بالقابلية للاستعمار. وها هو الحجوي يصف المشهد قائلا: بل إن المغاربة لما رأوا الجنود الفرنسيين مقبلين نحو فاس مدينتهم الدينية وعاصمتهم السياسية أفرجوا لها عن الطريق تيمنا بعدل فرنسا وقوة نظامها، فعشقت ذلك وملت إليه بكلية جمهورها ونفضت من فكرها كل تعصب ديني أو جنسي. وهكذا استولت فرنسا على جميع إدارات البلاد عسكرية ومالية وعدلية وغيرها بمجرد الاحتلال، وما تم لها عقد الحماية حتى تم لها جميع التصرف، وتعاقب الحكام الفرنسيون المباشرون أو المقيمون العامون على الحكم الإداري والعسكري والقضائي. بالنسبة للحالة الاقتصادية يصف حسن يعني الحجوي الحالة الاقتصادية قبيل موت السلطان الحسن قائلا: شهد تراجعا في إنتاج وتسويق أصناف السلع والمواد وظهور فتور محسوس في أنواع الحرف والصناعات التي كان يمارسها أهل المدن الكبيرة كفاس ومكناس، وذلك بسبب الظروف السياسية والأمنية القاسية التي كانت تعيشها البلاد. أضيف إلى ذلك أن العلاقات بين المدينة والبادية لم تكن دائما تبعث على الاطمئنان بسبب الغارات التي تشنها القبائل على الأسواق القروية التي كان يأمها أهل المدن لنهب ما يتواجد فيها من بضائع ومواد غذائية، وذلك نتيجة ضعف الدولة ناهيك عن انتشار المجاعة بسبب السنوات العجل. وهذا ما ساق الناس إلى الانفتاح على التجارة الأجنبية، مما مهد السبل للدول الأوروبية لإقامة مراكز تجارية بالشواطئ المغربية تمهيدا للتصرف داخل البلاد.
إذا فالسمة العامة التي استسم بها اقتصاد البلاد هي الضعف العام والفوضى العارمة، وهذا ما حدا بحجم إلى القول بأن النظام الذي هو أساس مدنية الغرب ورقيه وحداثته له أصوله في الشريعة الإسلامية. يقول بهذا الصدد: الإسلام جاء بالنظام، وأن حقيقة شريعة الإسلام هي النظام المجتمع العام. وقد ألقى محاضرة في الموضوع تحت عنوان النظام في الإسلام ضمن المسامرات التي كانت تشرف عليها الحماية الفرنسية بالمعهد العلمي بالرباط من سنة 1924. وفي هذه المحاضرة حاول الحجم أن يثبت أن الشريعة مرادفة للنظام، وبذلك يرد على من يقول بأن الإسلام لم يعرف النظام، بل إن نظام الإسلام عنده مبني على أمتن الأصول وأثبتها. الحالة الثانية أو المطلب الثالث هو حالة التربية والتعليم والصحة، يعني في البلاد لم يكن للمغرب نظام تعليمي بالمعنى الصحيح. فقبل أن تبدأ المؤسسات الأولى للنظام المدرسي العصري في الخروج إلى الوجود، كان النظام التعليمي والتربوي التقليدي في المغرب ما يزال مغلقا على نموذجه المولود، معيدا إنتاجه في الحواضر وفي البوادي. أما الجماعات القروية التي كانت تحتل دورا علميا مرموقا في عصورها المتقدمة، فقد آلت إلى كبوة انحطت معها درجة العلوم والمعارف فيها في فترة أصبح للعلم والمعرفة في أوروبا الدور الحاسم في التقدم الحضاري. أما الحالة الصحية فنترك جون سيرمان في مؤلفه عن مظاهر الحياة المغربية أمس الحماية الفرنسية يصف لنا أوضاعها كطرف المعطوبين وذوي العاهات من المصروعين والعمى وأصناف المرضى المنتصبين للتسول في جنبات الطرق وأبواب المساجد والأضرحة وانتشار الأوبئة من طاعون وكوليرا وتيفوس إلى غير ذلك. ومن ثم فإن الحجوي شخص أسباب تأخر الأمة العربية والأمم الإسلامية وأرجعها إلى الأمية التي هي عنده علة العلل في تأخر الأمة العربية أو الأمم الإسلامية، ويرى أن أول داء نبادره بعلاجه وحسم مادته هو داء ذلك الداء الفعال الخطير داء الأمية. يقول رحمه الله: ولا سبيل إلى ذلك إلا تسهيل تعليم القراءة والكتابة، وبه زوال غشاوة الأمية عن أبصار الأمة، ولن يتم القضاء على هذا العدو الألد إلا بنشر التعليم في جميع أصقاع البلاد وتحصيل العلوم العالية عربية وأوروبية من طب وهندسة وطبيعيات وحقوق وميكانيكية. يعني في دقيقة إن سمحت السيد الرئيس، يعني حجم التعالي اختزل توجيهاته أو توجهاته النهضوية أو الإصلاحية في مجموعة من الصيحات والنداءات التي حفلت بها مؤلفاته ومحاضراته أذكر منها فكرة النظام التنظيم في ميادين الحياة، الدعوة إلى إصلاح التعليم وتعميمه على البنات ومحاربة الأمية، نقد نظام جامعات القرويين وإعداد برنامج إصلاح لها، تجديد الكتب المدرسية، تكوين جيل جديد يحقق التواصل بين تعليم تقليدي بما يتضمنه من مكونات للهوية وتعليم حديث بما يقتضي من معارف عصرية في بأغراض الارتقاء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، تشجيع التجارة وتحديث أصولها والدفع بتنمية رأس المال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.